الكوميدي طاليس كيفتح قلبه لأول مرة وكيحكي على معاناته من بعد والدته. إليكم التفاصيل. فاش كان ضيف برنامج احكي لشهرزاد اللي كتقدمه الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود، كشف الفنان الكوميدي عبد العالي المهار المعروف في الوسط الفني بطاليس لأول مرة على المعاناة اللي داز منها بسبب بعد والداته. وأكد طاليس في الحديث ديالو مع شهرزاد عكرود، قال: كنت كنعس في البلاصه ديالي وكنبكي وكنقول علاش ما كايناش الوالده ديالي معايا دابا. كون كانت معايا كنت تصرفت مع الامور بطريقه اخرى، كنت غنقول وانا باقي صغير الحياه كانت قاسيه معايا شويه. والجدير بالذكر ان طالس حقق شهره كبيره ونجاح كبير مع الفنانه فدوى طالب في سلسله الكوميديا الرمضانيه صلاح وفاتي. هاد السلسلة الكوميدية صلاح وفاتي حققت نجاح كبير في المغرب، حيث نالت إعجاب الجمهور بفضل السيناريو المضحك والأداء المميز ديال الفنانين المشاركين عبد العالي المهار المعروف بطاليس والفنانة فدوى الطالب. شكل ثنائي كوميدي مميز اللي ساهم في زيادة الشعبية ديالهم بين المشاهدين. كتدور الأحداث ديال السلسلة حول مواقف يومية مضحكة كيعيشها الزوجين صلاح وفاتي، وكتعكس بعض التحديات والمواقف المضحكة في الحياة الزوجية بطريقة فكاهية ومسلية بفضل الأداء القوي والكيميائي الواضحة بين الممثلين. ولت صلاح وفاتي واحدة من الأعمال الكوميدية المحبوبة عند الجمهور المغربي خلال شهر رمضان.